ولسه مكملين كلامنا عن ثورة 30 يونيو اللي بتعتبر واحدة من أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديث، وده لأنه ببساطة خروج ملايين المصريين للشوارع في الأيام دي قدر أنه يغير مسار التاريخ والأحداث بكل معاني الكلمة. هنتكلم أكتر عن ثورة 30 يونيو وخروج الملايين في 3 يوليو للشوارع للمطالبة بتخليص مصر من حكم الجماعة الإرهابية مع ضيفنا اللي منورنا دلوقتي الكاتب الصحفي وصانع المحتوى شريف بديع النور.